حاول ما تتحرك. الإعلام الدولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والترتيبات التنظيمية المتخذة لنقاء عن الثورة 53 لمجلس وزراء الإعلام العربي. هناك قرار عربي باعتماد استراتيجية العربية الموحدة والقانون الاسترشاد العربي اللي تقدم بهم الأردن للجامعة العربية، وأخذت إجماع من وزراء الإعلام العرب، وبناء على ذلك تم تشكيل هذا الفريق. هذا الفريق سيتفاوض مباشرة مع شركات الإعلام الدولية التي تمتلك وسائل التواصل الاجتماعي. الشركات لا تضع شروط، الدول هي التي تضع شروطها. نحن نمتلك قوة تفاوضية قوامها 175 مليون عربي مشترك على الإنترنت. هذه يعني قوة تفاوضية كبرى. الآن كنت أسمع من أشقائنا بالمملكة العربية السعودية أنه 7 مليار دولار خرجت إعلانات من السوق السعودي إلى شركات الإعلام الدولية. هذا شيء يعني يذهب بالمجان تقريبا. إن إنصاف المحتوى العربي واللغة العربية والقضايا العربية الكبرى وفي مقدمتها القضية الفلسطينية على منصات شركات الإعلام الدولية هو أولى أولوياتنا، وإن خطاب الكراهية ضد العرب والمسلمين ومحاولات تعميق الخوف من الإسلام ومحاربته يجب أن نتصدى لها جميعا عبر تلك الوسائل. نريد من هذه الخطوة أن نلزم شركات الإعلام الدولية بجملة من الإجراءات، مثل ما نؤكد التزاماتنا في المقابل بالعديد من المعايير، كي نبني علاقة مستدامة ترتكز إلى معايير واضحة وثقة متبادلة. على الشركات أن توفر تمثيلا قانونيا وعنوانا واضحا لها في كل دولة عربية يمكننا من التواصل والإبلاغ عن المحتوى غير القانوني والحق في التقاضي، وعليها في المقابل أن تلتزم بحذف المحتوى غير القانوني ومحاربة كافة أشكال خطاب الكراهية والأخبار الكاذبة والاعتداء على الخصوصية والترويج للمنظمات الإرهابية وإقلاق السلم المجتمعي وتزوير البيانات والمحتوى الإباحي والاستغلال الجنسي ولا سيما للأطفال والحض على الجريمة والإرهاب. عبارات الشكر والتقدير على حسن. إذا تم التوقيع اتفاقية ملزمة لفتح مكتب بيانات خاص في جامعة الدول العربية يتعامل مع منصات التواصل الاجتماعي بشكل مركزي، بحيث أنه يدقق حتى في شروط الخصوصية ويدقق في شروط الاستخدام ويدقق في شروط نشر المحتوى، أنا أعتقد نعم سوف يكون هناك تأثير كبير جدا لهذا المكتب على هذه المنصات، وبالذات إذا مارس هذا المكتب حقه كما تمارس أوروبا، كما يمارس الاتحاد الأوروبي مكتب المعلومات، يهدد برفع قضايا ويرفع قضايا، وبالتالي حتى يهدد بالحجب، حجم المنصة أو المنصات عن المنطقة العربية، وبالتالي أيضا حجب الدعم المالي لهذه المنصات من خلال الإعلانات. شباب فتوا يا شباب.